عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم في هذا الفيديو الجديد عن سهم هيرفي للأغذية. هيرفي للأغذية سهم معروف في السوق السعودي، رقمه على منصة التداول 6002 6002. سعر السهم إغلاق يوم 19/8/2021 ميلادي بلغ الخميس 64 ريال 90 هلله تقريبا. آخر توزيع للأرباح كان في شهر 4/2021 بواقع 1 ريال. طبعا هذا للنصف السابق الثاني 2020 اتوقع. الان ربح الشركه في النصف الاول المعلن في النصف الاول في نهايه النصف الاول من 2021 بلغ حوالي 52.1 مليون ريال سعودي، بينما كان الربح للشركه في نفس الموعد يعني النصف الاول من سنه 2020 حوالي 9 خساره حوالي 9.1 مليون ريال خساره النصف الاول 2020. تحولت الخسارة إلى أرباح بمبلغ حوالي 52.1 مليون ريال في النصف الأول 21. الآن كانت ربح السهم بالنسبة للنصف الأول 2021 81 هللة، بينما كانت خسارة كل سهم في النصف الأول من السنة الماضية 2020 خسارة حوالي 14 هللة. الآن تحولت الشركة من ضغوط كورونا في السنة الماضية، حولت الخسائر إلى أرباح، وقامت بالتوزيع في واحد في شهر 4 له شهر مايو شهر أبريل 2021 ريال لكل سهم. الآن لو افترضنا أنه هذا نصفي بيكون 2 ريال ل 64 معناته 3% نسبة التوزيع، نسبة تعتبر جيدة، مع أنه في أسهم بتكون نسبتها جيدة جدا وممتازة. والآن نسبة الربح المعلن 2021 نصف الأول 81 معناته 1.6 معناته حوالي 2.5% نسبة الربح المعلنة. سهم يعني جيد تقريبا بالنسبة لنسبة التوزيع. بالنسبة لنسبة الأرباح بالنصف الأول 2021 هيكون التوزيع أقل من اللي وزعته الشركة في 2000 بتوقع في أبريل 2021. الآن الشركة عوضت كل خسائرها وتحولت إلى الربحية في 2021، نتوقع في بقية 2021 أن تزداد الأرباح لأنه إغلاقات كورونا ذهبت وتلاشت تقريبا وبحمد الله، وأسعار النفط ارتفعت، النمو الاقتصادي عاد للتراجع، والقوة الشرائية أيضا للمواطنين والمقيمين عادت أيضا للصعود. سهم هذا السهم طبعا يعني زي ما ذكرنا جيد، لكن إحنا هنا اللي بده يستثمر يعني بنحكي دائما انه في شيء اسمه جيد جدا، شيء ممتاز بالنسبه للعائد الاستثماري، السهم ثابت هذا في السوق السعودي من الاسهم الراسخه والثابته. هذه ليست توصيه بهذا السهم ولا تنفيذ من هذا السهم، هذا تحليل بناء على المعطيات والبيانات والارباح. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.